بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحتوي البيكنج باودر أو خميرة الحلويات على عناصر مبيضة، وكذلك تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة. وصفة اليوم هي بمكون واحد رائع جدا، هو البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، رائعة جدا لتبييض الأسنان مثل اللؤلؤ، ومن أول استخدام تبييض فوري. نأخذ حوالي الكيس واحد فقط من البيكنج باودر أو ما يعادل ملعقة طعام كبيرة، ونقوم بمزجها بالماء الفاتر بهذا الشكل حتى الحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الأسنان بهذا الشكل. نتحصل عليه بهذا الشكل، على شكل رغوة بهذا الشكل. ثم نأخذ القطن ونغمسه في الوصفة بهذا الشكل، ونقوم بدعك الأسنان جيدا لمدة دقيقة واحدة فقط، وبعدها نقوم بشطف الأسنان بماء فاتر وليس ماء بارد. ولا أنصح بتناول أو شرب أي شيء بعد هذه الوصفة، لأن مسامات الأسنان تكون مفتوحة إلا بعد مرور ربع ساعة أو نصف ساعة. هذه الوصفة صالحة الاستخدام لجميع الأعمار، للحوامل، للمرضعات، وكذلك للرجال يمكنهم استخدام هذه الوصفة. مفعولها سريع لتبييض الأسنان. كذلك كما أنصح بالسواك، أنصح بالسواك، وكما نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسواك، فهو مطهر للثة ومبيض للأسنان، مطهر للثة ومبيض للأسنان. وكل ما علينا فعله هو غسل الأسنان بالسواك الذي يحتوي على مواد طبيعية تعتبر بخواصها مضادة للبكتيريا والميكروبات، وذلك لحماية الأسنان واللثة لساعات طويلة. والسواك يمنع الفم من الإصابة بالأمراض، وهذا يعني أنه يعمل على وقاية الفم أيضا وتقوية مناعته، ويقلل السواك من ظهور التجاويف السنية والتهابات اللثة، ويخفف الرواسب الجيرية ويمنع ظهورها، كما ويعمل على تبييض الأسنان وحمايتها من التكلس. هذه الوصفة فورية لتبييض الأسنان، يمكن استخدامها عند كل مناسبة، رائعة جدا، ومن أول استخدام ستلاحظون بياض أسنانكم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء في جميع مواقع التواصل الاجتماعي طبعا، ودعمي بعمل إعجاب للفيديو حتى يصل لعدد كبير من الناس للاستفادة منه. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.